يعني مشارك، فنتمنى لهم التوفيق بإذن الله تعالى. وكذلك أيضا هذا الاستعداد لشوطنا الثامنة، شوط السودانيات 8 كيلو على جهاز الستارت، والانطلاقة لهذه الاستعدادات النهائية نتابعها معا من قبل جميع إخواني المشاركين على هذه المنافسة الصعبة والقوية لمسافة بعيدة ماراثونية، مسافة 8 كيلو. الآن لحظات للجنة البداية بانتظار أيضا علامة الانطلاقة، بعد أيضا تجهيز حقيقة المحضار وأيضا الاستعداد النهائي في مثل هذه الأشواط القوية التي نتابعها من قبل جميع أخواني المضمرين. ننقل الميكروفون لزملاء المعلقين في هذا الميدان إلى هناك. بسم الله الرحمن الرحيم، أيها الحفل الكريم، نجدد لكم التحية مرة أخرى في أشواطنا المسائية التي تتوالى، شوط يتلوه شوط وتحدي يتلو تحدي على أرضية ميدان الشهيد. ها هي الآن الشعارات بدأت بالانطلاق في هذا الشوط، الشوط الثامن. نعم، مكس سودانيات، نتمنى لجميع المشاركين التوفيق والنجاح والسداد. هذا شوط السودانيات، هذا الشوط اللي ما قبل الختام. من سوف ينطلق بسيارتي وناموس هذا الشوط؟ تبعثرت هذه الشعارات المميزة، انطلقت نعم من أجل الناموس ومن أجل السيارة. أيها الحفل الكريم، مشاهدينا متابعينا في كل مكان، ننطلق دائما وأبدا أيها الحفل الكريم مع مقدمة الشوط. سلام من تنطلق على المركز الأول، حمد بن علي بن محمد الشراب هو من يفتتح الإذاعة وينطلق مع المركز الأول. كرام مع مباشرة مع ثاني المركز مع انطلاقة بشاير، بشاير الخير. بشروني عنك ما يدرون عني، ما دروا باللي شغل فكري وظني. بشاير ناصر بن عتيق بن محمد السمار من ينطلق مع المركز الثاني. النقلة مباشرة مشاهدين الكرام مع ثالث المراكز، ينطلق هناك ابو طلحة فهيد بن سعود بن ناصر العجمي، ولكن شوف الانطلاقة هنا والتحدي من قبل وعد. وعد تنطلق في هذه اللحظات، سلطان بن شافي بن حمود العجمي من ينطلق على المركز الرابع. المركز الخامس، هناك مشاهدين الكرام من ينطلق مباشرة إلى ثالث المراكز، هناك السيف ناصر بن مسعود بن علي المري، هناك ينطلق مع ثالث وتحديات هذا الشوط. المركز الرابع مشاهدين الكرام، ما زالت وعد تنطلق على المركز الرابع، وعد تعود ملكيتها سلطان بن شافي بن حمود العجمي. المركز الخامس أيها الحفل الكريم، هناك على خامس المراكز هناك ينطلق كذلك سيف آخر، السيف عبد الرحمن بن محمد بن دلمطيري. ها هي الخمس المراكز الأولى، ها هي الخمس المراكز العمالقة الباحثة عن السيارة. السيارة يا مشاركين، الناموس يا مشاركين في الانتظار، فمن سوف يكون صاحب الانتصار؟ أعود مع اللي من يوم انطلق هذا الشوط وهي متقدمة هناك مع المقدمة، هي متسيطرة على المقدمة. الله الله الله، سلام سلام، الباحثة عن السلام تنطلق مع حمد بن علي بن محمد الشراب، ينطلق هناك الشراب مع المقدمة. شوف الانطلاق هناك والوصول من المركز الثاني. الله يا السيف، السيف ينطلق في هذه اللحظات يتحرك مع المركز الثاني، ناصر بن مسعود بن علي المري.
المركز الثالث مشاهدين الكرام في هذه اللحظات، هناك على ثالث المراكز بشاير ناصر بن عتيق بن محمد السمار ينطلق على المركز الثالث بانطلاق بشاير. المركز الرابع أيها الحفل الكريم، هناك السيف على المركز الرابع، عندنا سيفين في هذا الشوط. الله 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 الله، السيف عبد الرحمن بن محمد بن ندى المطيري ينطلق مع المركز الرابع. المركز الخامس مشاهدين الكرام، وعد سلطان بن شافي بن حمود العجمي. المسافة الآن انتصفت مشاركين الأعزاء، 4 كيلومترات جديدة. أعود مع صاحبة المركز الأول، هناك من تسيطر منذ انطلاقة هذا الشوط. سلام تنطلق على المقدمة، سلام تذهب لكي تحصد السلام، لكن المشاركين هل يكون لديهم رأي آخر؟ يا صاحب سلام حمد بن علي بن محمد الشراب يتصدر الجميع، ينطلق منذ بداية هذا الشوط معلن المنافسة، معلن التحدي. نعم مع سلام، السيف على المركز الثاني. السيف بدأ يقترب في هذه اللحظات. ناصر بن مسعود بن علي المري ينطلق على المركز الثاني، النقلة مع المركز الثالث. ما زالت بشاير تبحث عن البشاير، تبحث عن بشاير الناموس، تبحث عن بشاير السيارة. هناك عند خط النهاية، هناك ننتظر صاحب المركز الأول. هناك الله 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 الله، المركز الرابع مشاهدين الكرام، رابع المراكز. هناك ينطلق هناك عبد الرحمن بن محمد بن ندى المطيري مع السيف على المركز الرابع. المركز الخامس اسم جديد ينطلق هناك مع خامس المراكز، او من كذلك ابو طلحة من ينطلق مع المركز الخامس، ينطلق مع فهيد بن سعود بن ناصر العجمي، ووعد كذلك تنطلق هناك. الوعد عند خط الأمان. هناك يكرم المروى ويهان. يا سلام السيارة يا جماعة، الناموس هناك ينتظر الفائز بالمركز الأول. سلام ما زالت هنا تنطلق مع المقدمة، تذهب مع البداية. هناك سلام هنا مع حمد بن علي بن محمد الشراب. يا بوي يا سلام، منذ انطلاقة هذا الشوط وهي باحثة عن السلام وعن الناموس، راية التهديد مع سلام. الله 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 الله، هناك على المركز الثاني تغيرت الأمور. هناك مع المركز الثاني، التجاوز في هذه الرياضة مسموح، رياضة الآباء والأجداد. الله يا بشاير وصلت في هذه اللحظات. بشاير تنطلق هنا مع المركز الثاني، ناصر بن عتيق بن محمد السمار من ينطلق على المركز الثاني. السيف من الجانب الأيمن، السيف يحاور بشاير. الله يا حوار الأصالة، الله يا هذا الحوار، الله يا السيف. عبد الرحمن بن محمد بن ندى المطيري ينطلق ويعود إلى المركز الثاني مرة أخرى. المركز الرابع وصل في هذه اللحظات على رابع المراكز، أبو طلحة على المركز الرابع، ينطلق مع فهيد بن سعود بن ناصر العجمي. الله، المركز الخامس
المركز الخامس السيف كذلك عبد الرحمن بن محمد بن ندى، هنا ينطلق بن ندى نطيري مع المركز الخامس. أرى الشعارات هناك ما خلف الخمس المراكز الأولى، لكن برجع مع سلام، برجع مع سلام. هناك سلام ما زالت تنطلق، هناك ما زالت تترأس المركز الأول، ما زالت تنطلق مع حمد بن علي بن محمد الشراب. يلا يا الشراب، راح الكثير وما بقى إلا القليل. الله، سلام تنطلق في هذه اللحظات، حمد بن علي بن محمد الشراب. السيف مع المركز الثاني عبد الرحمن بن محمد، أو عفوا ناصر بن مسعود بن علي المري. المركز الثالث ما زال أبو طلحة ينطلق مع ثالث المراكز، فهيد بن سعود بن ناصر الفهادي من ينطلق مع ثالث المراكز. شعار النشمية، نعم، ينطلق مع ثالث المراكز. المركز الرابع وصل في هذه اللحظات، وصل هناك ناصر بن عتيق بن محمد السمار، ينطلق مع بشاير أمال أهالي دولة الكويت. يلا يا السمار، الله 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 الله، أعود خلاص. هناك مع سلام التي منذ بداية هذا الشوط وهي تريد السلام بكل قوة، تريد السلام بكل قوة. يلا يا راعي سلام، يلا يا حمد يا بن علي يا بن محمد يا الشراب. هناك ينتظر الناموس وينتظر سيارة هناك. الله 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 الله، سلام حمد بن علي بن محمد الشراب. السيف بدأ يتحرك في هذه اللحظات. ناصر بن مسعود بن علي المري ينطلق مع المركز الثاني. انتبه يا راعي سلام، المركز الثالث. هل الطلايب؟ نعم، وكأنهم ينظرون هناك المنصة بالعين المجردة. السيارة وين؟ الناموس وين؟ يلا يا سلام. لكن المركز الثالث مشاهدين الكرام، ثالث المراكز أبو طلحة فهيد بن سعود بن ناصر العجمي وبشاير هناك مع المركز الرابع. أعود مع سلام التي انطلقت منذ بداية هذا الشوط. سلام تنطلق مع المقدمة حمد بن علي بن محمد الشراب. السيف انطلق. إعلان الكيل المثير، الكيل اللي يدي للناموس، اللي يدي للسيارة. سلام ما زالت تنطلق. السيف وسلام. حمد بن علي بن محمد الشراب. السيف سلام ناصر بن مسعود بن علي المري، ولكن سلام والسيف. السيف وسلام. السيارة تحتار، من تختار؟ الناموس يحتار، من يختار؟ يا بوي، السيف وسلام، سلام والسيف، السيف وسلام. يا بوي، الله 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 الله، سلام ولا السيف؟ السيف ولا سلام؟ الأمتار الأخيرة، الأمتار الحرجة، الأمتار المجنونة. أرى هناك على المركز الثالث، وصل بطلحة على المركز الثالث، لكن سلام والف تحية واحترام. سلام تنطلق إلى السيارة منذ بداية هذا الشوط وهي تريد السلام وتريد الناموس وتريد السيارة. تهانينا من الأعماق لصاحب سلام، تهانينا والف مبروك على هذا الأداء الجميل. نعم، تهانينا والناموس لصاحب سلام حمد بن علي بن محمد الشراب. المركز الثاني السيف، من وصلها ثانيا لناصر بن مسعود بن علي المري. المركز الثالث
أبو طلحة لفهيد بن سعود بن ناصر العجمي، المركز الرابع السمار من وصل رابعا المركز الخامس. مشاهدين الكرام، خامس المراكز مدلل مشعام بمطلق بن ذعار مطيري. مشاهدين الكرام، تهانينا والفي مبروك لجميع الفائزين. الكلمة لك يا أخوي متعب. شكرا شكرا معلقنا محمد الهاجري على هذا التعليق وعلى هذا الأداء وعلى هذه الهمة حقيقة لمهرجان سمو سيدي قائد الإنسانية في مثل هذا السباق والمنافسة، وأداء الحماسي لجميع إخواني المعلقين على أداء دورهم ومهمتهم حقيقة لهذه المشاركة ولهذا النجاح. طبعا بالفعل نشاهد هذا التايم الآن 13 دقيقة و31 جزء من الأجزاء الثانية. مبروك للجميع بالفعل. النتيجة عند أخوي براشد. نبارك للسيد حمد بن علي بن محمد الشراب المري على حصول سلام على المركز الأول وسيطرته على هذا الشوط منذ انطلاقة الشوط، وهي قامت راس وانهت راس، ونبارك له على هذا الإنجاز وحصول سلام على السيارة ب13 دقيقة و1.